المشكلة تبعيتنا هيدي هي اللي شايفينها، قصة تراكم الرمل على المدخل. قربنا طلب للوزارة والوزارة وافقت لنا على 5 أيام بس لحتى نسهل الأمر للمراكب لتظهر وتفوت، لأن أمرار بس تنزل الماي بضل المركب بالصياد بضل ناطر برا لتعلى الماي. هيدي بدنا نسهل له أمره، إنه حرام عم ينطر 2 أو 3 ساعات حتى الصبح أمرار بيكون نازل الماي ما عم يظهر على شغله. هذا الشفاط قد ايه صار له هون؟ شي 20 يوم. شو شال؟ ولا شي. بعد لا حتى للتنان اجت موافقه يوم الجمعه على المخفر، بلغونا اياها، التنان بدي اروح اعمل ارفع نمضي عليها انه نحن موافقين بدنا نبلش نهار التنان بشفط الرمل. يعني انتم قصدك التنان في 5 أيام تشتغل؟ من التنان وطالع 5 أيام. تشتغل هلا اذا مش التنان الثلاثه لحتى نشوف، يعني بدنا نستغل هال5 أيام. طيب وهو هون ليه صار فيه هيك؟ ليه شو المشكله؟ الطيارات اللي عم بتصير بالاول كانت قبل ما نعمل نحن بور وبور جنبلات كانت تروح على شركه الكهرباء، نفس القصه كانت شركه الكهرباء تسحب الرمل، عمل بور جنبلات خفف الضغط عن الشركه صار يشيلوا من بور جنبلات. هلا نحن عملنا سكرنا على 2 طيارات طبيعه الارض هيك عم بتعمل. الوزاره الاشغال تراخيص من وزارة الأشغال. أوكي تم بناءه كرمال الصيادين إنه ما عندهم موقع على صيادين، كانوا يقعدوا بشركة الكهرباء يزعبوهم. نحن اللي عملت لنا إياه الوزارة أول شيء، رجعت اليو أند بي كملت البنية التحتية كلياتها من قبل الوزارة. المتعهد كان جهاد العرب.